اخيرا انا قررت افتح البوكس اللي وصلني ما بعرف من كم يوم، اشوف الاشياء الخرافيه اللي وصلتني. شفتي البوكس معبى وكلياته مكياج، فان شاء الله هلا كنت منتبهه على المكياج عندي. انا من الحواجب اللي انا استخدمه وبحبه كثير خالص، فان شاء الله يكون واصلني ألم حواجب. أول شيء خلينا نطلع هدول، لأن هدول كلياتهم بدهم فتح. أوكي هي عندي منها، كلهم بوكسات كبار. أوكي أظن هدول اللي هن البلاش الكريمي، كتير بحبهم وكتير صار عندي منهم، فيعني عادي. وهي على ما اظن اي شادو، لا انا عندي كبيره. هي بما انها مفتوحه فينا شوي مفتوحه نشوف شو هي. على ما اعتقد هي لوس بودر صح. عندي منها باللون الأورانج، بس هاي باللون الزهري. هاي بتكون لتحت العيون، وهاي بتكون للبشرة كلها إذا نحن حابين نحطها على البشرة كلها. بس في شيء وقع. أوكي ما علينا. شوف، وبدي يكون واصلني أحذره من الهايلايت اللي أنا كتير كتير أحبه، اللي انا بحبها. لا هي كثير انه كثير مغلفينها بشكل انه يعني كثير خايفين عليها. اول مره بصراحه بيوصلني هيك شيء، ما بعرف هي شو، بس حخليني اطلع كل الاغراض من هون. هي تبع البودره، وهي بيوتي ليغ، وهي لسه ما حطينا عليها مي. حبيت خلص انا بس مجرد ما تحت البوكس نفسي في هيك تجددت، لانه انا صار عندي ترتيبة مكياج جديدة. اوكي هذا اعتقد كونسيلر، هذا حمراء، وهي كمان اعتقد بلاش، اعتقد يعني نشوف السنجة تبعيتها. واو كتير طرية. نشوف شو ها، لا هذا جليتر. عن جد باللون الزهري. هي اذا نعمل حركات باي شدو على ما اظن كريمي. مين مثل اللي بحب يشم المكياج؟ خصوصي الحمرة، أنا كثير بحب شمها. أوكي شوفوا لسه عنا هون. زعلت لأنه مو واصلني ألم حواجب. هاي كمان على ما أظن. أوكي هذا كمان جليتر عندي منه اللون السيلفر، وهذا بيجي باللون الزهري. كتير كتير لمعته حلوة إذا بدنا نحط على أطراف العين، أو يعني هيك بدنا نعمل أشياء غريبة خرافية بالمكياج. فيكم هذا شيء، هذا أيلاينر. على فكرة الأيلاينر، على فكرة الأيلاينر مكسر من هلا، على فكرة بس الأيلاينر عندهم كتير كتير حلو. حتى شوفوا لونه قديش غامق، كتير بحب اللون الأسود الأسود. فعم فكر إنه بهالفترة صير لما بدي أحط أيلاينر ما خليه الأيلاينر مثل ما هو، لا خليه مدموج. أوكي هاي بعد شوية، بس بدي أشوف هذا. ها شكله اي شادو، بس يعني هيك في الوان حلوه. ان شاء الله تكون الالوان الترابيه اللي بتحبها
او ممكن ما يكون اي شادو، ممكن يكون بلاش. شايفين الالوان قديش حلوه؟ بتجنن درجات اللون الوردي. طقم كيف كثير حبيت، مع اني من امبارح قلت امبارح جبت بلاش من خيبته لانه ما عندي منه، ما اعتقد عندي منه، لا هي ما عندي منه، بس شكله كمان بلاش خيبته لانه ما عندي منه، ما اعتقد عندي منه، لا هي ما عندي منه، بس شكله كمان بلاش طلع لونها كمان باللون الوردي، بس كتير كيوت اللي حبيت. شو صار؟ لا هيك هو المفروض كانوا يبعثوا لي بروز، يعني الوان ترابيه، بما انه بعثوا لي بوكس يعني انه فيه كل الوان الوردي، بس خليني اشوف هي كمان شو ممكن تكون.